المياه بإعداد خطة توفير خدمات المياه لضيوف الرحمن ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة ضيوف الرحمن. الخطة دي بدأ إعدادها بمجرد انتهاء موسم حج 1439. الدروس المستفادة، التحديات التي المتوقعة الجديدة، تنامي الطلب أو أي تحديات أخرى تؤثر في توفير الخدمة. طبعاً الخطة دي لها تتكون من عدة أجزاء. أولاً تلبية الطلب المتنامي على المياه، تأمين الإمدادات، القوى العاملة واحتياجات تطويرها، وتظل القوى العاملة من أهم عناصر نجاح أي خطة، البنية التحتية واحتياجات تطويرها، كذلك قنوات التواصل وتنمية التواصل مع الحجيج وتيسير تواصلهم مع الخدمة لتلبية متطلباتهم، أعمال الأمن والسلام وتطويرها واستخدام أو تطبيق أفضل الممارسات التي قد تظهر في العالم بما يضمن يعني الحفاظ الدائم على أرواح الممتلكات الخاصة والعامة. هذا في مجمل. أنا السؤال الكبير دائما ما شاء الله مع كمية الحجيج عدد كبير جدا. الإحصائية كم وصلت عبد الله السنة هذه إلى الآن؟ تقريبا إلى اليوم 1,849,000 داخلي وخارج. اليوم خارج فقط. خارج فقط اليوم. ما شاء الله. فهذا عدد كبير. الأمس. إيه هذا عدد كبير يعني، وعدد اللي يقابله في توفير كمية المياه. هو بلا شك إنه الحج حدث فريد في العالم. مدينة يأتيها من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف إمدادها في الأيام العادية. فالبنية التحتية فيه تغير شاسع في الطلب على مدى العام. طبعا من فضل الله عز وجل استطاع شركائنا في قطاع المياه والسلامة تحلية المياه المالحة في تنفيذ مشاريع مهمة في وقت قياسي، منها أولا زيادة الإنتاج محطة الشعيبة إلى بحوالي 340,000 متر مكعب. بس محطة الشعيبة الآن تتجاوز 2,000,000 متر مكعب يوميا. تنفيذ نظام نقل إلى مكة يسع إلى حوالي أكثر من 500,000 متر مكعب. كمان هنالك زيادة في التخزين الاستراتيجي بحوالي 30%. البنية التحتية التي تقدم الخدمة تتجاوز أطوالها 8,000,000 متر طولي من شبكات المياه والصرف الصحي في كل المشاعر، في المشاعر ومكة. المشاعر ومكة المقدمة، لأن هي نحن المشاعر جزء من منظومة مكة. سواء المشاعر تعمل إيش، لها منظومة لكن تعتمد في الخطوط الناقلة على الخطوط الناقلة لتخدم مكة المكرمة. جميل.